الساعه كتشير 10:33 دقيقه على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما مع فقرات متنوعه كلها افاده. تحيه خاصه جدا لكل مستمعات العدل لتحقوا بنا اللحظه. نتمنى انكم تكونوا على خير دائما. غادي نمشيو لشيوات لاله مولاتي معنا بشرى من مكناس ونتعرفوا على اهم الاقتراحات والشيوات اللي غادي توجهنا اليوم. صباح الخير بشرى. صباح الخير لاله. لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله اختي بارك الله فيك. مرحبا بتواصلك معنا ومرحبا بالمشاركه ديالك. حصل لنا الشرف اختي وكنت شرف لينا لاله اختك. الطاقم ديالكم كامل. مرحبا. والصديقات هذا البرنامج. بارك الله فيك. شكرا لك بزاف بشرى. العفو لاله. اييه تفضلي نبداو على بركه الله نعرفوا المستمعات بالاقتراحات اللي غادي تعطينا اليوم. نعطيكم جوج ديال الوصفات. نعطيكم واحد الدجاج يعني بلي ديسير بالاناناس ولي فخويت باك ونعطيكم الديسير كيمشي معاه. واخا اييه دجاج بالاناناس واخا. كناخذ واحد جوج دجاجات. اييه. كنغسلوهم مزيان بمليحه وشويه ديال الفرش وشويه ديال الحامض باش كيتغسلو مزيان. كنخليهم شويه كيتقدو بديك المليحه. كنمشيو كنكونو وجدنا واحد الشعريه ديال الشعريه الصينيه كنكونو سلقناها وقادينها. كنكونو قطعنا دوك الكبيدات بعد ما تسلقوا واحد شويه كنقطعوهم طريفات. كنقطعو واحد البصله ولا جوج كبار. واخا سمحتي بشرى غير بشويه باش يسجلوا معك المستمعات واخا ويوجدوا ان شاء الله هذا الاقتراح. واخا قلتي لنا جوج دجاجات يكونوا مغسولين يعني مغسولين ونخليهم يشربوا شويه ديال الملحه والحامض. اييه والدقيق وقلتي لنا الشعريه الصينيه والكبده مقطعه طريفات بعد ما كنكونوا سلقناها واحد شويه والبصله. والبصله وكنديروا معها شويه ديال الحرقوم. اييه شويه ديال البزار. بزار. شويه سكينجبير. واحد سته ديال الصوص ديال الثوم. ايه. طحونين ولا معوكين المهم رقيوقين ولا يعني على حسب السيده كيف كتبغي الثومه. كاين اللي كتبغيها مجهده كاين اللي كتبغيها ما تبانش. انا كنديرها مطحونه كنطحنها باش ما كتبانش. ايه. كنخلط هادشي كله ديك البصيله وديك الكبيده وديك الشعريه الثانيه كما ديك الشعريه مزيان وكندوزو للدجاجات كنغسلهم ديك المليحه ما كتبقاش فيهم باش ما كيجيوناش مالحين بزاف. ايه. كنحاولو ديك الفوشوه نعمرو دوك الدجاجات بهم مزيان. ونقطعوا دوك الرجيلات ديال الدجاج راه السيدات كلشي كيعرف كيدير يربط الدجاجه اما كنديروا لها واحد الخويط اما كنخشوها بديك راه السيدات كيعرفوا كيديروا جمع الدجاجه ملي كتكون معمره. اييه. كنحاولوا نتكوهم وندهنوهم شويه بزبيده من الفوق. وكنديروهم في الفران، الفران كيكون مهيل عرفتي مهيل العافيه. كتخليها كطيب على خاطرها يعني كتنسايهاش تيسيري قد يشوفك ونساي ديك الدجاجه في الفران. اييه. اون فوا كتحلي الفران كتحسي كطيب واحد ساعتين ديالهم لان ساعتين باش كتما غاصافي كتحطي بوجهك حمر راه طايب. كتجبدي كتلقايه محمر كامل يعني طايب من الداخل محمر واحد التحميره ديك ماشي ديك اللي محروتي واحد التصفيره فيها زويونه واحد اللوين ذهبي من داك الشيء. اييه. كتجبديهم كتكوني الاناناس ديال السيده قطعته مربعات ماشي ما تخليش داير مربعات. كنكونوا مشماش كنكونوا شويه عسلناه. عندنا الكرموس كنكونو عسلناه حتى هو بشويه ديال الزبده وشويه ديال العسل. كنقبطو لي كوردون كنديرو طريف ديال المشماش طريف ديال الكرموس وكنديرو من الفوق الاناناسه. هي المشماش كنحاولو نتكوب ديك لي كوردون الدجاج كامل كنعمروه ملي كنحطوه تبصيل كنقبطو ديك لي كوردون كنديرو فيه مشماشه كرموسه وفي الراس كنديرو الاناناس واحد الربيه ديال الاناناس. الكرموسه يعني الشريحه. الشريحه. اييه كنقولوا لها كرموس. اييه فعلا حنا الكرموس هو الباكور واخا يعني الشريحه يعني الكرموس والشريحه كيف قلتي لنا والمشماش والاناناس هذا نزينوا به الدجاج كله. كنزينوا كنديروا في ديكوردون وكنحاولوا نتكو الدجيجه كامله كنعمروهم بدوك ديكوردون. اللي ما بغاتش دير ديكوردون تحاول دير الاناناسه كبيره اللي مور دايره كدير فوق منها مشماشه وكدير فوق منها الشريحه وكتزوق فيها الطباسيل ديالها. اييه التزيين كيبقى اختياري على كل سيده وكيفاش بغات تزين. كيجي ناشف ما فيه لا مرقة لا والو يعني الدجاج مشوي في الفران كيجي ناشف بطريقه يعني جديده مختلفه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك بشرى. الله يبارك فيك. دجاج بالاناناس. اييه بالنسبه للديسير. الديسير كنديرو ديال البسكوي واذا كتاخذ البسكوي اللي بغات اما داير اما مربع. كنكون عندنا واحد السيترو ديال الحليب. اييه. واحد الطاشيه ديال الفلوختيا اللي كاين اللي كيبغي يدير بالفخاز كاين اللي كيدير انا كندير غير بالفاني يعني كنبغيها انا بيض بالفاني. اييه. كدير السيترو ديال الحليب مع واحد ديال المعلقه ديال الفانيده مع ديك الطاشيه ديال الفلون كتخلط السيده كتصاوب الفلون ديالها عادي بحال اللي كنديرو الفلون بحال اللي كنديرو. اييه. كنقبطو الطبسيل اللي غادي نحطو فيه اللي غادي نقدمو فيه.
كنديروا البسكوي ديالنا الطبقه بالبسكوي كنحاولوا نخويو يعني البسكوي ما كنسقيوه ما والو يعني ما كنسقيوه ما والو لان ما كنسقيوش لان غادي كل حل الفلون سائل غادي يجمد شويه كنديروا البسكوي ديالنا كنحطوا فوق منه داك الفلون كديري مع دي طرونج البنان مدور كتحطيهم من فوق داك الفلون كنعاودو نستفو تيبا اخرى ديال البسكوي كنعاودو عاود نديرو الفلون السيده بغات تجيها طبقات كتدوب المقادير باش كتجي واحده ديال الطبقات ديال البسكوي مع الفلون كتجي عاليه بغات دير غير سترو الحليب كدير غير جوج طبقات وكديرها في الكونج في الثلاجه حتى كتبرد وكتجبدها وكتقدمها بالصحه والروحه كيجي زويون يعني كيجي بطبقات وكيف قلتي لنا كل مره نديروا فلون يعني بنكهه مختلفه بجيجين الوان مختلفين ولا بغات السيده كتقطعو بحال هكا كيجي كتقطعو هذاك البسكوي مع ذاك الفلون كيولي رطب كتقطعي عادي ما كيتقطع ما كيتفتت ما والو كتقطعو السيده عادي كيدير البسكوي مع الفلون كيف قلتي لنا البنان وجربتي بشي فاكهه اخرى مثلا لا ديري باي فاكهه ديري على السيده شنو متوفر عندها هو يعني البنان كيجيو كيجيو كيكون شويه قاصح ما اي يعني يبقاو في حوايج اللي هما رطبين باش يمشيو مع ذاك الفلون اللي هو حتى ورطه والبسكوي كينزل كتقطعو السيده دوائر عرفتي الفريز بالاحسن ان تقطعو تحاول دير له واحد شويه ديال سنيده تخلي حتى كيدوب ديك بحال اللي كيتعسلو عاد كديرو باش كيعطي واحد لوكو اخر على الفريز اللي موالفين ومن فوق السيده كتختار اللي بغات دير في اللي بغات تخليها هكا يعني كلها اختيار ديالها المهم كيجي هائل زعما في المذاق وداكشي كيجي زوين يعطيك الصحة تبارك الله عليك بشرى تبارك الله عليك نشكرك بزاف على هذه الاقتراحات المتنوعه اللي قدمتي لنا العفو مرحبا في اي وقت مرحبا الله يبارك فيك بارك الله فيك صباحك مبروك وانا سعيده جدا بتواصلي معك اليوم بارك الله فيك لاستقدمي واحد التحيه اي على راس العين تفضلي مرحبا كنسلم على السيده عائشه سعيدي تحيه خاصه وكنسلم على واحد السيده عندي في الفيسبوك هاجر عصوبتي سيقه البرنامج ديالكم كنشكرهم بزاف على التواصل ديالهم معايا تحية لك ابو شرى وما تخبريش عنا ان شاء الله الله يبارك فيك صباح مبروك نهار كبير اختي بارك الله فيك بارك الله فيك العفو لنا نتمنى تكونوا يعني سجلتوا معنا هاد جوج اقتراحات مشكور اللي قدمتهم لنا بشرى المكناس